شوربه معموله بطريقه ظريفه جدا. عندنا قمح، عارفين البليله بنعملها من القمح، عندنا قمح، عندنا مرقه حمام، عندنا جزر، كوسه، فاصوليا، بسله، طماطم، بصل، كرفس، وزعتر. كل اللي انا هعمله ان انا هحط هنا المرقه مع، ومش هشوح خالص، مع حبه ميه مغليه كده، مع حبه من بودره الثوم والبصل، الفصين ثوم، وابتدي احط الجزر الاول ياخد غلوه، احط البسله، كل ما حاجه تاخد غلوه اقوم حطاه، يعني اخلي خضار خضار ياخد غلوه لوحده. اهو احنا حطينا الجزر، هنسيبه لحد ما احس ان المرقه سخنت وابتدت هتغلي، هقوم حاطه البسله تغلي، احط الفاصوليا، الكوسه اخر حاجه خالص. طيب دي كده خلاص، اهو السمنه البلدي. طيب اهو ابتدت تغلي، هبتدي احط البسله مع الفاصوليا، ما فيش مشكله لان الاثنين سوا واحد. الجزر هو اللي بياخد مده، لو انتوا هتجيبوا الكياس الخضار البسله هنحطها مع الجزر عادي، يعني لو هتجيبوا كيس الخضار اللي فيه بسله بجزر حطوه عادي مع بعض. حط البصل دلوقتي عشان يدي ايه نكهه. بصوا تمام، الشوربه بقى هتتظبط ازاي. هحط في نفس المكان هنا كله حمام، طماطم مع زعتر، اسيبها بقى ايه تتسبك شويه. هنا هحط الكوسه، واقلب. فاضل بقى ايه؟ فاضل الحمام والقمح، هسبكهم بس بعد لما اسبك الطماطم، هنهرس بس مش قوي. طبعا في الخلاط ممكن نضرب نص ضربه، وممكن نحط معلقه نشا كمان، بس لا انا عايزه الخضار هو اللي يتقل الصوص. لو انتوا برضو عايزين تحطوا معلقه نشا حطوا. عايزه احط بقيه الحمام هنا. طبعا احنا مش لازم نعمل الثلاث وصفات دول في سفره واحده الا لو عندنا عزومه وفي كذا حد جاي وما عندناش غير 10 حمامات، احنا ممكن نعمل اللي انتوا عاملينه ده. يعني احنا عندنا عزومه مثلا 10 افراد، بصوا الشوربه هتكفي. الكشك، فكره الكشك ممكن نكتره اكتر من كده، لان انا اهو حاطه له طبقين، وكمان طاجن الحمام ده زي ما قلت لكم كل واحد ممكن ياكل بالكتير نص حمامه. اهو اشوحه كده، هحط القمح، القمح ده انا بحبه جدا، متعودين على البليله بس عملت لكم مره منه اكنه رز. عايزه اقول لكم ممكن نشوحه ونحط عليه زبده وملح وفلفل ونقدمه مع طاجن الحمام، برده هيبقى حلو قوي. يعني لو كان في وقت صراحه كنت عملت لكم كده. اهو كده اخر حاجه بقى، هحط شويه شوربه هنا كده عشان كله ياخد طعم كله، واول ما تغلي هبتدي ان انا اقدمها. احط هنا حبه مرقه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.